عقد تحالف قبائل اليمن مؤتمر الشورى الأول اليوم بصنعاء تحت شعار القبيلة حضارة وبناء، وذلك بمشاركة واسعة من مشايخ قبائل اليمن. وفي المؤتمر قال رئيس التحالف الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر أن التحالف يعي الظروف الراهنة وحجم المؤامرات التي تمر بها اليمن، موضحا أن القبيلة تسعى بقوة للخروج من الماضي البائس الذي زرع الظواهر السلبية في القبيلة، مؤكدا أن دور القبيلة اليوم أكثر أهمية من الأمس في تقديم صورة القبيلة المشرق. ودعا الشيخ صادق الأحمر إلى المشاركة الفاعلة لقبائل اليمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية والمساهمة الإيجابية في مرحلة البناء والتغيير. كما طالب الشيخ الأحمر من كل من الحوثي والحراك الانفصالي والقاعدة نبذ العنف حتى لا يضطر الشعب إلى مواجهتهم بنفس منطقهم الدامي. الحاضرون الأعزاء، إن تحالف قبائل اليمن وهو يعقد اليوم هذا الملتقى الخاص بأعضاء مجلس الشورى تحت شعار القبيلة حضارة وبناء يعي جيدا الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا وحجم المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ورغبته الصادقة في التغيير نحو الأفضل والخروج من الماضي البائس الذي عاصرناه جميعا. الحاضرون الأكارم، لقد مثلت ثورة فبراير السلمية عام 2011 منعطفا مهما وبداية جديدة لعهد جديد لكل أبناء اليمن، ومحطة لتصحيح كل الاختلالات والإعوجاجات التي ورثناها من الماضي البائس. وإذا كانت المقدمات سليمة كانت المخرجات سليمة، وبناء على ذلك فإن الحوار الوطني الذي كان سابقا وسيلة لضياع الوقت أصبح بالنسبة لنا اليوم وسيلة شريفة وغاية سامية نخرج به اليمن من محنتها وانتكاستها وأوضاعها الاقتصادية الصعبة، وهو الرهان الذي يحرص على إنجاحه كل من يحب الخير لليمن واليمنيين ويسعى لإفشاله كل حاجة. وإيمانا من التحالف بأهمية الحوار الوطني، فإنه يدعو كل الأحزاب والقوى السياسية والقبائل ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الحوار، وعلى جماعة الحوثي والحراك الانفصالي والقاعدة عدم وضع الشروط المسبقة لإجهاض هذه العملية السياسية الهامة، كما أن عليهم نبذ العنف ومنطق القتل وسفك الدماء البريئة لفرض آرائهم ومعتقداتهم بالقوة. فالطريق إلى حل المشكلات هو ترك السلاح واللجوء إلى طاولة الحوار والانخراط في العملية السياسية حتى لا يضطر الشعب اليمني لمواجهة هؤلاء بنفس منطقهم الدامي. وعلى لجنة الحوار الوطني فتح الباب لمشاركة الجميع دون إقصاء أو استثناء ما دامت لغة هؤلاء بعيدة عن البارود ولعلعة البنادق. وينبغي أن يكون للشباب الذي كان لهم قصب السبق في النزول إلى الميادين وتقديم التضحيات ممثلين تمثيلا واسعا.
كما طالب الشيخ صادق الأحمر باسم تحالف قبائل اليمن برفع الحصانة عن المخلوع، لأنه لا يمكن التزاوج بين العمل السياسي والحصانة، منوها أن اليمن تعيش اليوم في مفترق الطرق، إما إلى الأمام بتعاون كل أبناء اليمن أو التصعيد الثوري لتحقيق أهداف الثورة، ولن يلتفت الشعب بعدها لأحد. أدعو الأخوة رعاة المبادرة الخليجية والأصدقاء والأمم المتحدة إلى فرض العقوبات الصارمة على كل من يحاول عرقلة مسيرة التغيير والبناء وخروج اليمن من النفق المظلم، وأن يحرصوا على نجاح التسوية السياسية التي قبلها الناس على مضض للخروج من المحنة وإغلاق صفحة الماضي حقنا للدماء وصونا للحرمات. وإذا كان من المحرم والمجرم شرعا وقانونا الجمع بين الأختين في الزواج، فإن الجمع بين الحصانة وممارسة السياسة هو جريمة كبرى، هو جريمة كبرى تعاقب عليها كافة القوانين والأعراف الدولية، لما يترتب على هذا الجمع من تخريب لحياة الناس والمجتمعات بشكل عام. ولذلك فإن تحالف قبائل اليمن يدعو إلى إلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق لعدم التزامه بمقتضيات تلك الحصانة، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساءلة، فلا توجد مسؤولية بدون مساءلة لا في الأديان السماوية ولا القوانين الوضعية. من جانبه أشاد الشيخ يحيى منصور أبو أصبع بدور القبيلة في الثورة الشبابية، مؤكدا أهمية دورها في مستقبل الدولة المدنية الحديثة. أبو أصبع شدد على ضرورة توافر التهيئة اللازمة للحوار الوطني. نحن نعيش هذه الأيام ذكرى الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، ولا شك أن قبائلنا في اليمن كان لهم مساهمة كبيرة في كل هذه الثورات والتحركات الشعبية سبتمبر وأكتوبر، وفي نضالات الشعب اليمني العظيمة في مقاومة الاستبداد والطغيان وإرساء الحريات الأساسية. ولذلك فإن هذا اليوم الذي يجمع رموز لقبائل اليمن إنما هو على طريق تثبيت الثورة وتعزيز مفاهيم العصر في الدولة المدنية، في الدولة المدنية، في قيم العصر الداعية إلى الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون. هذا وقد انتخب مؤتمر تحالف قبائل اليمن الأخ صلاح مسلم باتيس رئيسا لمجلس شورى قبائل اليمن بإجماع نحو 600 من المشايخ المشاركين. وقال رئيس مجلس الشورى الجديد باتيس أن من بين القضايا المصيرية التي سيبحثها المؤتمر الأول للتحالف قبائل اليمن دور القبيلة في بناء الدولة المدنية الحديثة، بالإضافة إلى السعي للخروج بموقف موحد تجاه قضايا ساخنة من أبرزها مؤتمر الحوار الوطني وظاهرة السلاح وقضايا الثأر. الشيخ صلاح مسلم باتيس رئيسا، الشيخ عبد الخالق بن عبد الحافظ بن شيهون نائبا، الشيخ محمد منصر معروف نائبا ثانيا، أمين السر الشيخ تركي الشايخ والمساعد له الشيخ محمد بن عبيري والمساعد الثاني الشيخ صلاح التهامي.